مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، واللي منها الإعلان عن كشف أثري جديد بسقارة لأكبر ورشة لتحنيط أو ورشة تحنيط آدمية وحيوانية. كمان النهاردة في ماتشات مهمة جدا وقوية في الدوري الإيطالي وكمان الدوري الألماني. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتعلن البعثة المصرية العاملة بسقارة بقيادة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بالمنطقة، وهو عبارة عن اكتشاف أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية بمنطقة آثار سقارة. النهاردة كمان هتعلن مدارس محافظة الجيزة نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 الدور الأول لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، وده بلوحة الإعلانات داخل المدارس وبدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى. النهاردة العشاء الدوري الألماني هيكون معدهم مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة 34 والأخيرة من المسابقة، وهتتلعب كل المباريات في توقيت واحد الساعة 4:30 العصر، من أهمها مباراة بروسيا دورتموند مع ماينتس، وبايرن ميونخ مع كولن، ولايبزيج مع شالكا. النهاردة العشاء الكرة الإيطالية هيكون معدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 37 من عمر المسابقة. فريق ساليرنتانا هيواجه أودينزي الساعة 4 العصر، وفي نفس التوقيت سيبزيا هيواجه تورينو، والساعة 7 بالليل فيورنتينا هيواجه روما، والساعة 10 بالليل هيلتقي أنتر ميلان مع أتلانتا.